تم تحضير لهذا الامتحان منذ أشهر، وتم تسخير كل إمكانيات المادية والبشرية لإنجاح هذا العرس التربوي، بحيث تم تسخير 114 مركز إجراء لهذا الامتحان، منهم مركزين على مستوى المؤسسة الاستشفائية، مؤسسة الاستشفائية لمرضى السرطان بحي أبو عمامة، ومؤسسة الاستشفائية للأطفال بمستشفى بوخروفة بكارنستال. سيجتاز 33661 مترشح ومترشحة لهذا الامتحان دورة 2024 امتحان شهادة التعليم المتوسط، منهم 559 مترشح 554 مترشحا حرا عبر ولاية وهران.